نفسي قامت تنهزم من نفسي قامت. كما أسلفنا في الحلقة الماضية أن اشتغالي على ملف الإسلاميين كان واحدا من الأسباب التي يعني أودت بي إلى السجن. بطبيعة الحال القضية كانت يعني في يعني فيها مجموعة من العوامل، مجموعة من الإشكالات، مجموعة من الأسباب، لكن عموما أعتبر أن قضيتي تم يعني تضخيمها وتم أيضا فبركة ملف أو طبخ ملف بحكم أني كنت أشتغل قريبا من خطوط حمراء يعني من اختصاص الجهات الأمنية. فمباشرة بعد دخولي إلى السجن سأكتشف أن هذا التكتل الذي كنت أدافع عنه وأتبنى قضاياه وأسرب بيانات وشكاوى أفراده وأعضائه أنه ليس تكتلا واحدا، بل هو مشكل من مجموعة من التيارات الصغيرة إن صح التعبير. فكانت تقريبا 4 أو 5 توجهات داخل هذا التيار الذي كنت أعتقده تيارا واحدا. اكتشفت أن هذه التيارات يكفر بعضها بعضا، وأن هناك خلافات جذرية عقدية في التصورات السياسية، فقهيا، في الأفكار، إلى غير ذلك. فكانت يعني هذه أول مفاجأة لي أني كنت أشتغل على ملف كنت صراحة أجهل بعض تفاصيله أو الكثير من تفاصيله، لكن السجن كان مناسبة لأعرف الكثير من التفاصيل حول هذا الملف. ثاني نقطة هو أنني مباشرة بعد دخول السجن اصطدمت بأن مجموعة من هؤلاء يكفرونني، يعني يرونني غير مسلم، يرونني مرتدا أو مشركا، إلى غير ذلك من التصنيفات التي يعتمدونها. طبعا ليس الكل كان يكفرني، لكن بعضهم. وكل توجه أو كل يعني شخص يكفرك لأسباب عديدة، إما بسبب شكلك ولباسك وإلى غير ذلك، أو بعضهم كانوا يكفرني بسبب المهنة التي أشتغل فيها وهي الصحافة، لأن باعتباري أو بحسب هؤلاء أن أي قانون يؤطر أي مهنة، أي تحاكم لأي قانون كيفما كان هو تحاكم إلى الطاغوت وبالتالي هو كفر. فكانت هذه المفاجأة الثانية، هو أنني اكتشفت أن هؤلاء الأشخاص الذين كنت دافع عن قضاياهم كفروك، يكفرونني ويعتبرونني يعني مرتدا، زنديقا، إلى آخر من التصنيفات. بعد مدة، بعد اعتقالي، ستظهر على الساحة تنظيم داعش، ربما حوالي 7 أشهر أعتقد من اعتقالي سيظهر هذا التنظيم، وسيكون محط جدل بين هؤلاء المعتقلين، وسينقسمون إزاءه إلى قسمين: قسم كان يدافع عن تنظيم داعش ويدافع عن أطروحاته، وقسم كان ينتقد داعش ويقول أنه لا يمثل الإسلام، إلى غير ذلك. في كل مرة كانت يعني تكون داعش محط يعني أخبار أو موضوع الأخبار، أو تظهر في عناوين الأخبار إن صح التعبير، بسبب مثلا جريمة كبرى، بسبب موقف، بسبب خطاب معين، كانت هذه الجرائم التي تتورط فيها داعش كانت تكون داخل السجن موضوع نقاش وأحيانا حتى مناظرات بين هذا الطرف والطرف الآخر، على سبيل مؤيد ومعارض وما بينهما. يعني هناك بعض أشخاص الذين كانوا محايدين أو ينأون بأنفسهم هذا النقاش، لكنهم قلة قليلة، الغالبية كانت تخوض في هذا النقاش إما تأييدا أو اعتراضا عليه. فالكثير من الجرائم التي تورطت فيها داعش من قبيل إحراق الطيار الأردني، من قبيل قتل يعني المئات الأشخاص دفعة واحدة، من قبيل قضية سبي الأيزيديات، كل هذه الجرائم البشعة كنت أتفاجأ أن هناك أشخاص داخل السجن يؤيدون هذه الجرائم، ليس فقط يؤيدونها بل يؤصلون لها ويبررونها انطلاقا من نصوص وفتاوى كثيرة. وكانت تحدث بسبب هذا التأييد
نقاشات يعني حامية الوطيس بين الآخرين الذين كانوا يعارضون هذا الطرح. لكن في كل المرات التي كانت تحدث في هذه النقاشات وهذه المناظرات كانت الغلبة تكون للطرف الذي يؤيد داعش. كانت حجج هذا الطرف كانت حججه قوية جدا. يعني بحيث أن المراقب مثلي الذي كان يتابع تلك النقاشات ويراقبها يعني بدون أدنى جهد يسلم للطرف الآخر، تبدو حججه قوية وكلامه يعني متسق وقواعده مضطردة. قلت أن أصحاب الطرح المؤيد لتنظيم داعش كانت حجتهم قوية جدا، كانوا يستعملون النصوص يعني بدون أدنى جهد، يعني يأتيك بالنص وانتهى الأمر. الطرف الآخر كان يلجأ إلى التأويل وإلى التعسف لكي يدافع عن أسميه الترقيع يعني ترقيع تماما. فكان يبدو هذا الطرح الآخر طرحا قويا جدا. بالنسبة لي الأمل الوحيد الذي كان متبقيا لي هو أن يكون هؤلاء الأشخاص الذين يستدلون بالحجج القوية والدامغة أن يكونوا يكذبون. كنت أتمنى أن أرجع إلى تلك النصوص التي يستدلون بها ولا أجدها. المشكلة وأنا شخصيا الكثير من الأمور الفقهية اكتشفتها في تلك النقاشات، لم أكن أعلم عنها أي شيء. الغريب في الأمر أحكي لك قصة وقعت اليوم هذا المساء فقط. بالصدفة استمعت لمقطع شريط فيديو يتحدث فيه عن أحكام العبيد والإماء، فدفعني الفضول، قلت ربما هذا الشخص مخطئ أو التبس عليه الأمر، فدفعني الفضول لأبحث في الأمر. فوجدت أنه إذا كان هناك شخص عنده أمة يمتلكها مملوكة له وعنده عبد يعني أيضا، وهذا العبد وهذه الأمة متزوجان، يعني هذا السيد هذا الشخص يمتلك عبدا وزوجته. لهذا السيد في يقول يعني تقول يعني يقول الفقه لهذا السيد أن يجامع تلك الأمة تلك العبدة حتى بالرغم من أنها متزوجة، لا يوجد أي حرج في هذا الأمر، ولا يستطيع زوجها الاعتراض أبدا لأنه أصلا لا يمكنه أن يتزوج من تلقاء نفسه إلا إذا أذن له سيده، فسيده هو الذي يملكه هو الذي يزوجه هو الذي يطلقه إلى غير ذلك. غالبية المسلمين لا يعرفون هذه الأمور يعني التفاصيل. أنا شخصيا عرفت هذه المعلومة اليوم فقط. أنا عمري الآن 40 سنة، قضيت 25 سنة داخل الحركة الإسلامية، يعني مكون في الجوانب الشرعية، محب للقراءة والاطلاع، ناهم يعني للقراءة. تخيل أن هذه المعلومة لم أعلم بها إلا اليوم فقط، فما بالك ببقية المسلمين العاديين الغير مهتمين. غالبا المسلم العادي لا يبحث في هذه الأمور، بالنسبة له ليس لا يوجد هناك أي دافع لأن يبحث في أحكام الجهاد وأحكام السبي وأحكام كذا وكذا إلى آخره. ومع ذلك إذا واجهته بمثل هذه الأمور قد يعترض ويدافع فقط عاطفة يعني وينكر وينكر تماما. فالذي وقع معي أنا في السجن أنني كنت في كل مرة أصدم بمعلومة مثل هذه المعلومة التي ذكرت لك الآن، وكنت أرجع إلى كتب الفقه لأتأكد من الأدلة التي يدلي بها أصحاب المدافعون عن طرح داعش، فأجد أنهم يعني صادقون في الإحالة وفي المصادر التي يحيلون عليها. من بين الكتب التي طلعت عليها وأنا داخل السجن، بالمناسبة في السجن كانت هناك مكتبة يعني كبيرة لا بأس بها، استعرت كتابا المغني، كتاب المغني لابن قدامة، وهو كتاب في الفقه الحنبلي، كتاب ضخم جدا من مجموعة من المجلدات والأجزاء. فكنت في كل مرة أخذ جزءا وأطلع عليه. كل تلك الأحكام التي كان يستدل كل تلك النصوص والفتاوى التي كان يستدل بها المدافعون عن داعش وجرائمها كنت أجد لها يعني أصلا أو مصدرا أو نصا أو فتوى في ذلك الكتاب. ففي النهاية اتضح لي أن هؤلاء الأشخاص يعني منسجمون مع قناعاتهم ومعتقداتهم، صادقون في الإحالة إلى المصادر، لا يتعسفون في تنزيل الأدلة بل ينزلونها كما هي،
لا يلجؤون إلى هذه التبريرات والترقيع والتأويلات، بل يتعاملون مع النصوص كما هي. كل تلك الاتهامات التي يتهمهم بها خصومهم أنهم جهال أو أنهم عملاء أو أنهم يخترقون المسلمين أو لا، يعني هل كانت هذه يعني الاكتشافات التي تكتشفها سواء من خلال حديثك أو من خلال متابعتك لمناظراتهم ونقاشاتهم أو من خلال قراءاتك، هل هذا هو السبب في إعادة التفكير وإعادة الـ يعني النظر في قناعاته؟ أكيد أكيد. كيف أفرقك وأنت الذي أرويتني من منبعات؟ كيف أفرقك وأنت الذي أرويتني من منبعات؟ شلت عني كل شيء، صارت حياتي ملك لك. قد شلت عني كل شيء، صارت حياتي ملك لك. وانا معك ما شتركك، ايدك بتمسك في يدي وانا معك ما شتركك. واجعل بلادي تعرفك، رفرف بروحك يا يسوع واجعل بلادي تعرفك. كيف أفرقك وأنت الذي أرويتني من منبعك؟ قد شلت عني كل شيء، صارت حياتي ملك لك. إيدك بتمسك في يدي
جمعت ما شتر